وصلت مملكة البحرين تسجيل انخفاض في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا، حيث سجلت أو أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل آخر إحصائية لها 37 حالة قائمة جديدة، منها 8 حالات لعمالة وافدة و24 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 5 حالات قائمة من الخارج، في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة التعافي 63 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 633 حالة.